صباح النور والسرور والرضا والنعيم. كيف امورك يا وائل؟ في السمبتيك حبيبي، الله يزيدكم جميعا ان شاء الله. وائل، امامي الدرع الان اللي استحدثته اليوم في فتره رئاستك البلديه، ابغاك تشرح لربما بعض الجمهور ما فقه ايش هو الدرع هذا وكيف يسلم، وما كان في تفاعل من الجمهور. لا في تفاعل من الجمهور. كيف؟ مين اللي قال ساعه ونبهات وجوالات؟ دقيقه، انا سمعتك الان تقول في تفاعل من الجمهور، كيف عرف وائل انه في تفاعل من الجمهور ولا في جوال؟ لخبط. دقيقه، خليك معي يا وائل، خل وجهك للكاميرا. وائل، انا سالتك انه لربما بعض الجمهور ما عرف على الفقره وما كان في تفاعل، ابغاك تشرح. رديت انه لا، في تفاعل من الجمهور. كيف؟ نعم نعم. طيب كيف دريت في تفاعل؟ سؤالي واضح. مين اللي طلب جوالات ومنبهات؟ طيب وائل، اشرح لي عن الدرع، اشرح لي عن الدرع. طيب اشرح. اهلا اهلا بالعيد. اشرح. طبعا الحمد لله اليوم كانت القريه متفاعله جدا عكس امس. طبعا احنا قلنا وجهه النظر اليوم بعد صلاه العصر ان اللي يلبس ثوب مو بثوبه دائما يخسر انجازاته ويخسر اصدقائه. اليوم رجع وائل زي ما شافوه، القريه كانت في فرح عارم، دخولنا على دباب، زياراتنا بشكل ثاني. طبعا الدرع هذا لافضل واحد مفعل القريه. طبعا كانت افضل ناس مفعلين القريه اليوم اللي هو مجموعه منيف، كانوا متنافسين اربع مجموعات. الصوت يا شباب، كمل كمل يا وائل. واضح؟ كمل. انه افضل جلسه كانت اليوم مين؟ جلسه مطحاس ومفحاس وفرحان اللي مسيمينهم كذا. حلو. واخذوا الدرع هذا، وبكره حي في ناس تحدى اليوم، قالوا انه بكره حيشيلوا الدرع. طبعا الدرع هذا والهاتريك اللي يحصل عليه ثلاث مرات يشيلوا له ملكا حلالا زلالا، وفي منه عندنا نسخه ثانيه، درعين اثنين حبتين. طيب وائل، معك علي. وائل حبيبي يا مرحبا. اهلا وسهلا. يا هلا، هذا تمهيد للصلخ اللي جاي. الله يسعدك ان شاء الله. لكن اليوم لما كنت تسلم الدرع، اول شيء اشكرك على الفكره الجميله اللي اطلقتها في الدرع وحضور الدرع وتكريم الشباب. الله يسعدك. وبعض الافكار الجميله اللي اطلقتها في خلال اليومين هذه، لكن عندي تنبيه بسيط لك يا وائل. تفضل يا قلبي يا عيوني. لك وللشباب. ابشر. هل عندكم قائد؟ سواء خفي او ظاهر. في القريه؟ في القريه. كل واحد قائد نفسه، بس في رئيس بلديه. ادري ادري، القائد مو معناته انه يمسك الشباب يوجههم يلا تعال روح وينفخ عليهم، لا. القائد اللي الكل مجمع على حبه، الكل يعلم ان ما في قلبه اللي يتمناه لنفسه يتمناه لغيره. هذا القائد. لان لو لاحظت اليوم في تواجدكم في التكريم، الشيخ كان متواجد هنا، صالح الزهيري، انت، عمر ملحم، فكان في تضارب في مسك الموضوع من ناحيه هل التكريم يبدا من شلون نفتح موضوع فلاني، لا استريح يا شيخ، كان في تضارب. لا لا دقيقه بس دقيقه. طيب اللي شفته، هذا اللي شفته، هذا اللي شفته. بس انا اقول اتمنى ان يكون في قائد يقود المجموعه كامله على الهواء، خفي، ما نحتاج يكون ظاهر. وترى لو كان حتى خفي ترى بيظهرنا على الشاشه من شخصيته ومن التوارد حقه ومن حضوره. اتمنى يكون في قائد، لان اليوم لاحظنا الشيخ لما كان جالس ويدعي للمراه اللي كلمت في موضوع انه ابنها ما رزق الله بولد، واسال الله عليه قدير ان يفك يفك ما بلو به باذن الله. لكن لاحظت ان الشيخ دعا ثم قام وقف ثم قام عمر ملحم قال ايش يخدع مره ثانيه. فكان دقيقه، في عندك خطا بسيطه يا زخير، فايز البشير اللي قال له ادعي مره ثانيه. لا انا سمعت عمر. لا معليش، في مشكله عندك. طيب اوكي اوكي. ايضا اذا فارس البشيري، اذا فارس البشيري ما اختلفنا على اسماء. طيب احنا ما اختلفنا على الفكره اللي هو اعاده الموضوع مره ثانيه. فهنا اشكاليه. خلاص انت الشيخ ادى اللي عليه في الفقره، بيمشي الشيخ، يكون في عده اشخاص. انا عجبني في النهايه ايضا عمر والزهيري لما اخذوا الشيخ وطلعوه، وكان الهواء على مجموعه في الزاويه هنا. صحيح، هنا فكره القائد. طيب كيف يودع الضيف، يستقبل الضيف، يتوارد الضيف، يوزع المحاور مع الضيف مع المتسابقين، هذه فكره القائد. ما هو عن فكره انه في سوء في اداره الموضوع. لا لا بس تسمح لي ارد لك. طيب اسلم يا وائل، اسلم. طيب الله يجزاك خير. طبعا انا اول شيء لا انكر ان نجاح وتطور القريه من افكار احنا نخترقها. مثلا صالح هو عندنا مستشار في البلديه، اكيد اذا ما كان له فائده ايش عاد الفائده من توظيفك مستشار؟ ممتاز. هذا الموضوع الاول. عمر الملحم كان هو قائد اللقاء، زي ما انت الان يودعك استاذ زياد الشهري. صعبه انك تكون انت قائد ضيف النجم زياد الشهري ويودعك ابو وزع. سلامات يا اخوي، سلامات. طيب وائل، ممتاز. وش متعشي بعد راسي؟ طبعا فارس البشيري، فارس البشيري اخوه اللي مصاب بهذا العقم. العقم؟ ها اخوي ما جاب
وائل 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 ما جاب عيال. شباب شباب اتمنى ان اللي شباب بس اللي يتكلم اللي في الكوفي شروم رجاءا. طيب. لانه حتى المخرج ينوح عليه انه خلاص وحدوا الصوت اللي موجود. طيب. معنا يتكلم. أبشر. دكتور فارس تبغى وائل في حاجه؟ دقيقه رد رد باقي ما كم رد. دخل في العقم ودخل في حواري ما ادري وش. دكتور فارس وائل شباب الصوت يا شباب. رئيس البلديه الله يزخير حقنا. اسمع يا وائل الدكتور فارس سالي. تفضل. اهلا يا وائل. هلا حبيب قلبي. تسلم والله. عزيزي بس هو فكرة بعد يمكن بعد موازية للي طرح أخوي علي الغامدي اللي هي العمة لبس العمة بشكل مبالغ فيه. كل تقريبا 70-80% من الشباب يلبسونها يعني. فما أدري أنا من وجهة نظري. جميل. كمتابع أشوف أنها يعني استهلكت أو يسمونها كذا أوفر يعني. حلو يعني. أنا أشكل أن سام جون بيقدمها قيمة. هذه ملاحظة. أول أسبوع أنا أول أسبوع شخصياً. إيه مجرد ملاحظة أبو فزاع. وائل معك. أرد وائل. أنا أشكر وائل. أشكرك يا وائل. وأثبتت يا وائل أنك كنت بتوجه رسالة. ورسالة هذه أنك ودك أن الناس تتعب في القرية ولا تخلي المكان زي ما تقول يكون المكان أفضل مما كان. وكنت تبغى تميز الشخص الفعال. والله يعطيك الصحة والعافية. ويا وائل انت من الفواكه في القريه وفاكهه القريه وائل. الله يسعدك. بس ممكن بس اقول حاجه بسيطه قبل ما تقفل. تحت امرك يا حبيبي. ابى اقول لك فارس طبعا دعا لاخوه لان اخوه ظهر ما عنده اولاد. هذا دخلت فارس. بالنسبه للعمه يا صاحبي صعب اجبرهم يكشخوا يعطوا وضعيه الكوبرا يعني. مشكله يا اخوي. طيب طيب وائل اسمعني. ايش ما وش اللي يقول ما بخليهم يمشون زي الكوبرا في الحياه. يمكن اضربهم تحت الحزام ما تدري. على العموم وائل حبيبي شوف الله يبقنك ابني زياد. اسمع وائل. انا اعتقد انه يوم تقول انه الجمهور في تفاعل لربما اعتقاد منك حسي انه تفاعلوا كذا من القلب للقلب فقط. عموما انك ورطتني ذهب. ايه ابو خرلوب قواك الله. وراك لوحه مكتوب عليها المغادره. بس بنبه على شيء يا وائل. في امر سابق ما هو بجديد من الاداره انه تزال كل اللوحات اللي في القريه الا اذا وجدت لوحات احترافيه. والامر هذا موجه لك انت كرئيس قريه انه في كل ارجاء القريه اللوحات اللي موجوده بشكل غير احترافي انها تزال عشان ما يكون فيها خصومات مستقبليه. الله يعطيك العافيه يا وائل. طيب اعتذر بس اعتذر. تفضل. أنا آسف وعلى خشمي والله لا شيء له. وبكرة أجيب لوحات أجمل منها. عليه الطيب. قواكم الله يا حبيبي. سلام عليكم. الله يسر أمرك. سمعنا وائل وعلقنا الجميع عليه.